مرارة اليتم في طفولته. اشتغل كماسح أحذية، ومع ذلك أصبح ملك القصبة. امتلك نظرة حزينة، غير أنه تمكن من جعلنا ننفجر ضحكا. تحكم ويتحكم في أمزجتنا بجدارة. إنه الفنان القدير رويشت. دخلت انا معروف، انا حسن ديرو دو السينما، وما تعرفونيش حسن ديرو الروح. كيفاش درت باش دخلت تحت الديوانة؟ ساعد ضيافتي كاتب. نستقبل الفنان القدير مصطفى عياد. أنجز مصطفى عياد كتابا تحت عنوان رويشد أبي صديقي بمعية الكاتب رشيد زيان. الشمس والسماء الزرقاء، ومعنا هذا الليت من ذاك الأسد. وش هي الحاجة اللي خلتك تعمل كتاب مذكرات على رويشد الله يرحمه؟ وحنا على بالنا باللي هو قبل ما يموت كتب مذكراته. العرض شابة، وكما قلت السمش، وهذا المكان بالذات جاب لي ربي هنا وين رويشد ممكن بدا الخدمة تاعه، خاصة هنا في الراديو. بدا ما في ما يخص الكتاب. واش خلاني نكتب على رويشد؟ بالك توحشته، بالك توحشني، بالك مانيش عارف انايا قعد لي هنايا، يعني المشوار تاعي معاه بالك ما كملش، كان لازم عليا نكملو معاه. وكان عندي الزهرة هذا العام في يعني في 2017، كاين شي ناس يعطيهم الصحة، منهم جمال بودا، خاصة هو جمال هذا شغل دار عندي في معايا، قال لي لازم دير كتاب على بابك. ونقول اسمع، أنا الكتاب هذا خاطيني، نقدر نحكي لك واش حبيت على بابا عام كامل، ولكن هاد الكتابات وكذا ما انا تاع مسرح تاع اخراج تاع كذا. قال لي سي تقدر، قال لي انا هنا نساعدك ونشوفوا كيفاش نديروا. اتصلنا بواحد السيد زيان رشيد، هو قالنا استني كريف الله الله، هو اللي ساعدني في الكتابه. كي تفهمنا على هاد الشيء جاني من بعد، يعني شغل تقريبا كل شيء سهل، يعني كما كانت تقول الماني رفدي مراسك منها وتلقي المحاكي بدات تجي. باسكو كان عندي بزاف كلام مخبي هنا في راسي هنايا في لو سوبكونسيون، يفالي بتاتر فير سيت ثيرابي، يفالي فريمون. وبديت نشفى على كاع الشيء اللي كان يحكي لي بابا، واش حكى لي عمي، واش كانت تحكي لي ماني، واش كانت تحكي لي يما، وركبت كيش يقولوا حاكية حتى ولا قريب شغل سيناريو. وخاصة اخترت بساطة في الكتابة هذه، اخترت يعني تبسيط بزاف باش الناس يقدروا يتبعوا، يقدروا يدخلوا في المحاكية تاعي. لو كان كل بنادم فوق الأرض عنده طوموبيلة، واش تقولي؟ شكون يمشي على رجلي؟ اتفلسف في واحد المزلوط، وهذا سلطة عن باك ربي يعطيه من ولا هذه عندك الحق فيها. اللي حبوا ربي وفكوا من المصيبات يكثر عليه الزلط. هذه حكيها للجهل باش ضميره يصرح. قالوا انا زمان يا فاطمه ما تنساش. على شبعان. شبعان ريحته ما بقاش، هذا الاسم تمحى من القاموس يا فاطمه. واللي يقول لك راني شبعان هذاك فاتو الوقت. واللي عايش في عيشه من غير عيش، كيف تحبوا يقول لك راني عايش؟ نفس قلبة الخلق اللي ساكنة فيها فاطمة، ولات طبيعة في بلاد. لا لا لا، انت قولي الصح،
راك تشوف العيشة اللي راك فيها. معلوم رانيش واش عن بالك. هذا خبز، هذه قدرة معمرة بالحميصة، هذا مشرب انتي وانايا. والصح راك تشوف فيه. داك هو الصح. رويشد هو فنان عملاق، يعني ماشي حاجة صعيبة انه تكون وليد هاد العملاق. هي شوفي في الحقيقة صعيبة وماشي صعيبة، صعيبة كما راكي تقولي عملاق، وخاصة طرف الجمهور تاعو حاسبو ما يعني أكبر ممثل بالك في الجزائر من أكبر. وفي نفس الوقت أنا ما تنسيش بلي هذا بابا. أنا عندي زوج حوايج نشوف فيه بابا وأي عملاق. أنا ما في البداية صح كنت كي كنت جديد في الصنعة هادية تعبت صح، خاطرش الناس كانت تشوفني كل يوم وليد رويشد، ما يشوفونيش مصطفى عياد، وليد فلان، وليد العملاق. ألور في الخدمة تاعي نتعب بزاف، علاش؟ لازم لي ندير زوج ولا ثلاث مرات كثر من صحابي في الخدمة، بلوس ديفور كو تو الموند، يعني تعبت تاع الصحة، وكان لازم كيش يقولوا نكون لا فيرتي تاع بابا، بابا يفرح بيا كي يشوفني يعني لحقت ونجحت. وهذه نقول لك صح، كان لازم لي واقيلا واحد 10 ولا 15 سنة باش بديت نصيب روحي ليكيليبر تاعي. وي 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 ماشي حاجة سهلة. يا رويشد ماشي نيمبورت كي تقول لي رويشد راه كي تقول لي شغل فيرلونديل، شغل شارلي شابلين، شغل من هذا النوع هذا يا رويشد. واش نقول لك العملاق هذايا؟ شوفي قد ما سي فري حد الان هو يجوز قبل مني كل يوم نحب ولا نكره. لا بروف اني درت كتاب عليه وشوفي التصويره تاعو هو الاولاني حتى ولا صاحبي. سي فري خاص على هذه تاع صاحبي هذيا في الاول كنت نرهبو بابا، وحنا على بالك صحاب القصبه صحاب العصيبه صحاب كذا، احنا لي رابور ما بين الاب والولد يعني كل يوم شويه القدر كما يقولوا حنايا بزاف القدر. بالعقل 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 واش لقينا لهذا الشيء؟ هي الصنعه تاعنا التمثيل. التمثيل هو كلي لقينا كل يوم نهضروا على الفن، نهضروا على السينما، نهضروا على المسرح، نهضروا على الكتابات هادو اكسيترا. وبالعقل بالعقل بالعقل حتى ولا شغل يداصرني ونداصرو، وهي كاع على جال الصنعة تاعنا. هنا اللي ولينا صحاب انا وياه، يعني بالطولة ماشي بالطول ولا صاحبي، عاد يحكي لي كل شيء، يعني كان يفسر لي وشن هو الصنعة تاعنا، يعطيني كيما يقولوا لي فيسال بلا ما يقول لي وشن هما. في الكلام تاعو نفهم كل شيء واش يقصد لي، يعني كل يوم يخدم لي بلي ميساج. وعلاه حسن طيرو بالذات هو لعب عدة شخصيات، بصح دائما نصيبو شخصية حسن طيرو هي الشخصية اللي لاصقة فيه اللي رويشد حسن طيرو. وعلاه؟ هذه كانت محاكاة كبيرة فيها تاني سي فري، هذه كانت مام هو حكاها لي هذه وماني حكاتها لي. كان عندنا واحد في المقبرة تاعنا في الجزائر في الجبانة، كاين واحد اسمه حسن، هذا حسن هو عساس المقبره. الور بابا كيكون ساعات يزعف يداوش منا ولا يقولوا با، على كل حال نتلاقاو عند حسن، يعني في المقبره نتلاقاو قاع تماك. الور كلمه حسن هذا تماك اللي خرجت بدا يعشق في هذا الاسم تاع حسن.
وحسن مربوطة بالحسنات. ما يعطيك العقل إلا كان في هذا الوقت الناس يسمحوا 200 ألف. أنا يسمحهم له دار حسن دار الحسنات. خاش بابا حياته كاملة يموت على الحسنات، يدير بزاف الخير في الناس، يدير الخير بزاف 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 في الناس وينسى. بيان سور ينسى، عنده طبيعة مليحة كيدير الخير ينسى بالخف، ينسى بلي دار فيك الخير. في الخدمة تاعو لي بيرسوناج تاعو الاولاني لي فريمون سماه حسن تاع خاصة المسرحية تاعو حسن طيرو سماه حسن. وهذاك حسن البيرسوناج هذاك الشخصية هذيك تغلبت، مانيش عارف كيفاش تغلبت على رويشد، ولاو في الزنقة تلمو لي الفيلم هذاك جاب السكسي بزاف بزاف بزاف. الفيلم هذاك الناس برا الجمهور عادوا يعيطوا له حسن 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 عمي حسن سي حسن عمي حسن، ما لا تغلبت على شخصية رويشد. وزاد الفيلم الثاني كيف كيف حسن سيفاد حسن النية حسن كذا، إبا راحت في حسن الحسن حسنات يموت عليهم وواحد حسن. حسن حسن Tu te sens bien ? Oui, oui, mon colonel. Tu me reconnais ? Oui. Ils sont tous des cons. Qui ça, Hassan ? Les Français, mon général. Quoi ? Du calme, mon capitaine. Du calme. Bon. Ne le brusquez pas si vous voulez pas qu'il se réveille. D'accord, Hassan, d'accord. Les Français sont tous des cons. Mais dis-moi, Ahmed, où il est, Ahmed ? Ahmed ? ايه ايه حمد ولد سيرسكي فين راه قول لا بوينت بيسكات كيس كي دي يدي لا بوينت بيسكات كونتينيو 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 في لا بوينت بيسكات فين دار فيلا كابانون فين في بابور يدي ان باتو ما كابيتان كمان ريسكي دون باتو البابور وش فيه رفت سلاح السلاح فيه واش راك تقول المقروط. يقولوا انه سر من اسرار عبقريه الفنان رويشد انه يرتجل. انا مره قريت له حوار انه قال جمله جابها من راسه مع بعد المخرج ما قالش حبسوا نعاودوا عجباته قال له مليحه هايله كمل كمل سي رويشد. اسمع جولد القاضي تلاقاو تما على خير خليها غاليه طروشت سامحوا لي انت تضحك البابي واش دي سي فري يقولوا عليه الناس يامبروفيزي بزاف بصح عمرو ولا خرج على الكانفا تاع المسرحيه ولا تاع السيناريو يقعد كل يوم في القالب تاع السيناريو او تاع المسرحيه يبين للناس. غادي نحكيها لك انيكدوت كما يقولوا نحكيها لك. في اخر عرض تاع البوابون جاوا صحابي اللي ممثلين كاع قالوا لي اسمع مصطفى اليوم لازم تلعبها لباباك برا شو كيفاش دير له لازم تطيحه. وي اودي قلت لهم خليهم يطرفوا انا ما نقدرلوش قالوا لي دبر راسك. وجيت روحي في واحد الاخر باش زعما نلعبها له دخلت باسكو عندي لعب معاه دخلت جيت باش نهضر رحت نشوف لي الاكسسوار اللي لازم ندخل به ما دخلتش به كان لازم ندخل بواحد الكارني وما دخلتوش معايا قاعد يخزر فيا ايه قال لي وين راه الكارني باش تشوف يعني استنجيني. لعبت مع الوالد تاعك في مسرحيات وفي افلام سينمائيه احكي لنا شويه. بابا هديت له هديه الهديه وشني هي وليدي خاش كان يحوس طفل ما صابش وهايديك هنا في التصويره ها هاوليك مع جدو هاو هنا كان مصور معاهم سيد علي كويرات ها شوف الله يبارك تروا جينيراسيون سيرسان ما ديما والله ما تصيب بها في حتى. وكما قلت لك انا تمك قعدنا شهرين انا وياه نخدموا يعني يوميا نحضروا الاخراج الموسيقى الديكور التوزيع تاع الممثلين الى اخره الى اخره شهرين وحنا نوجدوا باش يعني قدرنا بصح الله يبارك تماك على بالك واش خطر يعني الممثلين اللي اختارهم
ديستريبيسيون اكسترا اوردينير. اه وي وي كان يعني وي سيتي ان غران. واش تحب واش كاين؟ هذا ماشي مهبول هذا راه هذا ماشي مهبول. طاولوا الدراهم على يديهم. عارف الدراهم؟ الدراهم طاحوا لك. واش كاين؟ واش كاين؟ يديهم انت. هيا واش ولينا؟ هيا واش ولينا في المعندو؟ حبيت الدراهم. حبيت واش كاين؟ سي محمد هذا السيد طاحوا له 20,000 فرانك حبيت نرجعهم له باش يديهم. اش بيه؟ اش بيك مهبول ولا واش؟ قال لي مهبول. اوه هاك سي محمد دراهم. هيا ما عنديش دراهم انا واش ندي الدراهم؟ ادي دراهمك ولا تجي معايا. اسمع ولي صاحبي ولي فهمها وين يخلصوا لي صابو؟ واش داروك صابو؟ جوج طرات بالسيفة. هالو بعلمي يا فرات هاد الكتاب هذا قام وعدوني دار الهدى وعدوني ان شاء الله يترجموه بالعربية باش هكذا الناس قاعد تقدر تقراه وممكن ممكن بالأمازيغية ولا لحقنا وكان عندي الوقت ولكن ان شاء الله انا الشيء اللي نقولوه على رويشت وشوف فيه تحكي واش تحكي عليه تحكي واش تحكي عليه ما تقدريش تحكي كلش يعني بحار رويشت بحار ما سي فري ممثلين كيما هادوما علاش نهضر عليه هكذا باسكو كي عاودت بورتو انا كتبتو الكتاب هذا كي عاودت قريت الشيء اللي كتبت تنخلعت علاه شفت بابا بلي سوفرا بزاف في حياته كي كان صغير سوفرا سمي سي بور سا كي كبر يعني شغل سي فونجي دو لا في سي فريمون فونجي دو لا في باش ينجح في الحياه تاعو ما حتى الحياه العائليه قال لازم ننجح انا كاين واحد الامور دارهم في الكتاب تاعو ويقول لك صح ساعات تبكي على لي سوفرونس اللي جوز السيد خدم الثوره بصح وشنو ما يحبش يهضر عليها يعني كيما عينا نهضروا له عليها ما يحبش يهضر عليها يا ودي انت يا مجاهد وانت هادي وهادي ما يحبش يهضر على هادشي كاين واحد اني نكتبها داير اني نقولها في الكتاب واحد الوقت اني شافي في وين يسكن في البلديه وين يسكن عيطوا له كمجاهد باش يعطيو له تراب مرسو تراب كيما كاع الناس المجاهدين على ليبوك ما حبش يديه شوفي كيفاش عمل الرويشد كيفاش هذا ما دي يقول لك انا خدمت لبلادي انا ما خدمتش باش نال حاجه ولا هادي ولا هادي هذا يعني هاد الشيء هذا كاع اليوم باش تبي عبد هكذايا بحالو يعني نقول لك صح صعيب 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 انا اللي رحت لي كان مريض هاني شافي كان فريمون خرج من واحد لوبيراسيون كبيره اكسيتيرا وانا باش نطلع له المورال وانا رحت نبروفوكي فيه قول اسمع اي نعدو نروحوا للمسرح الوطني نطلعوا المسرحيه تاعك وانا في الاول رحت له كمخرج برك يعني هو يدير لنا الاخراج فقط ولكن في النقاش معاه قنعته يزيد يلعب ومريض هكذاك ولعب وشنو بشرط قال لي لازم تكون انت مصطفى لازم تكون انت لاسيستون تاع لابيس تاعي باسكو هذاك الوقت كان ما بدا يبحر شويه ما يسمعش مليح دونك انا كنت نفهمه مليح مليح كي انا شوفي مع بابا كي يخزر فيا انا نفهم كاع واش حاب يقول يا حسره حكايتي طويله شوف باش تكون حلوه نقصرها لك ايه قصر صح درك انتم فاهمين انا فهمتكم وراهي الفايده شي ظاهر لا ظاهر شي ظاهر علاش علينا طفي وشعل اخرج لربي عريان يكسيك وما تلبس غير اللي واتيك دي فلسفة هادي يا اخي انا عامل هذا هو الشي اللي لازمك تفهموه اسمع الشي اللي ما فهمتوش انا كيف شاب بحالك هكذا يا جيت لهاد الزوبيا تخرب فيها انا باش تعيش ما فهمت والو خلي البير بغطاه راح ترقد روح ترقد ليتك سعيده عاده الكتاب يكون بين يديا
بصح هاد الخطره راهو قعد بين يديك، يعني جوهره ثمينه، ماكش حاب تهديه لي؟ شي 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 كمان فوالا روي شد مون بير مون امي. انسى همومك واحزانك واضحك واغنم زمانك. شكرك على هذا اللقاء الشيق، قال لي جاز في 5 دقائق، ما حسيناش الوقت يجوز. الله يسلمك، يعطيكم الصحة على الضيافة هذه. أنا تاني والله راني كاش خدمت معكم مالهز، وإن شاء الله نتلاقوا في فرصة أخرى، في إن شاء الله في الكتاب تاعي.